فضيلة الشيخ، إذا نسي الإنسان سجود السهو تذكر بعد انصرف من الصلاة ماذا يفعل؟ إذا نسي الإنسان سجود السهو حتى سلم فليسجد، أما إذا طال الفصل فإنه يسقط عنه عند أكثر العلماء. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: متى ذكر سجد حتى لو بقي ساعة أو ساعتين فإنه يسجد، ولكن الذي يظهر لي أنه لا يسجد إذا طال الفصل، أما إذا كان 4 دقائق 5 دقائق فيسجد ويسلم. نعم.